الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح للدروس المهمة لعامة الأمة. دروس مهمة لعامة الأمة. الحمد لله. هذه فقرة فين سطوع الدفتر إن تاني دروس مهمة لعامة الأمة. معنا درسوجي هتودي وران دندانغال يم بينفو. نعم. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ كفيهن دون هن جانغا دي درسوجي دو وندل النفاج. لأنها مهمة على ما سماها المؤلف رحمه الله. كونن دين درسوجي وند جانغا دوني كون درسوجي هتودي كونو جوم دفترين دين جانتوري إنه. فيها طريقة السلف في حفظ القرآن. نو دي دفتر جانغا تندو لا ول في ينو بين نبي هنجرين القرآن الكريم. طيب وفيها الصلاة. نو عندنا دفتر كذي جلد. وفيها الوضوء والطهارة. نو يمون كذي سلجي إلى بالكذي. وفيها أيضا تجهيز الميت تكفيني والصلاة عليه. نو دفتر كذي كهنو فور فيونيرته كهنو كذي أو سريرته. نعم. فيها الأداب والأخلاق الإسلامية. هنا يمون كذي نديجي كذي ما يجيكوجي دين الإسلام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها بعد ما يتعلق بطريقة السلف مع القرآن ذكر رحمه الله التوحيد وما ضد التوحيد الشرك. أوند جام دفتر عند جانتون كو يوتي كو عند جانتي كو يوتي أفر يمفيجنا بهون بهجران القرآن جام دفتر نعو جانتي كتون كنيو كو يوتي أفر الشرك كنيو ما التوحيد كج. نعم فهي جامعة لكل ما يهم المسلم والله أعلم. معنا ده دفتر هنده هو بيتكلم أكو هتي إيه إمرد أنجول دون.